جولة بين أبرز عناوين الصحف الرياضية صادرة اليوم نستهلها من يومية سبورت الإسبانية التي رصدت الحيز الأكبر من صدر صفحتها الأولى لانتخاب جوان لابورتا رئيسا جديدا للبارسا بعدما اكتسح في الانتخابات التي جرت الأحد وشهدت لأول مرة تصويت أيقونة الفريق ليونيل ميسي، خطوة يرى فيها لابورتا الذي سبق أن ترأس النادي الكتالاني بين عامي 2003 و2010 مؤشرا قد يسعف في إقناع النجم الأرجنتيني بتجديد عقده مع برشلونة قبل انصرامه في يونيو المقبل. وبإسبانيا دائما تعادل قطبي الكرة بالعاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة الدوري خلال نهاية الأسبوع كان في صلب اهتمام صحيفة ماركا، تعادل أضفى المزيد من التشويق على مآل لقب لا ليغا بعدما تقلص الفارق بين المتصدر أتلتيكو والمطارد المباشر برشلونة وصاحب المركز الثالث ريال مدريد تكتب اليومية. وإلى إنجلترا حيث دسان توقفت عند فوز مانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي في إطار مباراة البريمير ليج، فوز أوقف سلسلة من 21 انتصارا على التوالي لفريق المدرب بيب غوارديولا. الصحيفة اهتمت أيضا بهزيمة ليفربول الجديدة في ملعبه أمام فولهام وانتقدت ما وصفته بالعشوائية والجمود الذي بات يطبع أداء المدرب يورغن كلوب. وفي فرنسا ليكيب ركزت على خروج أولمبيك مارسيليا من كأس فرنسا على يد فريق كانيت أس المنتمي لقسم الهواة وعنونت عمل الهواة اليومية. اهتمت أيضا بعودة السويسري روجي فيدرر لمنافسات كرة المضرب وكتبت فيدرر يعيد إشعال الشعلة.